أهلا بكم في حلقة جديدة وجولة جديدة من جولات البيوت الفاخرة. وقبل ما نبدأ جولتنا ما تنسوش ان انتم سبسكرايب وتضغطوا على جرس التفعيل علشان دايما توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. الحقيقة النهاردة حالفني الحظ ان انا اكون موجودة في احد البيوت الجميلة جدا في مدينة اسمها كوفينا. كوفينا موجودة في محافظة لوس أنجلوس ومدينة من المدن العريقة جدا. الحقيقة المنطقة دي كلها يعني تتميز بان البيوت مبنية فيها على الهضاب، مبنية على مستوى الليفلز، فمستويات مختلفة، وطبعا الفيوز المناظر من هنا فوق الروعة وفيها كمية خضار عالية جدا جدا. فهناخد جولتنا الأول وبعدين أرجع أقول لكم على مواصفات البيت ده. أرجو إن الجولة دي تكون عجبتكم. البيت ده 4 أوض نوم، 3.5 حمام زي ما انتوا شفتوا. المساحة الداخلية بتاعته 3850 قدم مربع، والمساحة الكلية حوالي 0.5 إيكر يعني 0.5 فدان. في 3 كار جراج ومبني سنة 97. أما عن سعره فهو 1,858,888. فإذا عجبتكم الجولة دي أو إذا حابين تشوفوا بيوت في المنطقة دي، كوفينا من المناطق العريقة جدا، وسكوفينا يعني هما منطقتين جنب بعض، كوفينا وسكوفينا، إذا حابين تشوفوا بيوت في المنطقة دي تقدروا توصلوا لي على نمرتي اللي هحطها تحت الفيديو ده. أشوفكم الحلقة الجاية.